مشاهدينا الكرام، في الموضوع الثالث من هذه الحلقة نناقش الإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومة بلادنا لمواجهة فيروس كورونا. مع تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي حسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، أعلنت وزارة الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن عن تزويد المنافذ ومراكز العزل المخصصة لمجابهة فيروس كورونا بعدد من المحافظات بأجهزة قياس حرارة ليزرية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار إجراءات جديدة للكشف عن كورونا، وهو يعد أول دعم خارجي يصل إلى بلادنا. يعد فيروس كورونا أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي والجيوب الأنفية والتهابات الحلق، وفي معظم الحالات لا تكون الإصابة به خطيرة باستثناء الإصابة بنوعيه المعروفين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة الذي ظهر في 2003، بالإضافة إلى النوع المستجد الذي ظهر في الصين في نهاية 2019، وهو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، حيث ظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد، وقد تم التعرف على الفيروس عن طريق التسلسل الجيني. ويعتقد أن فيروس كورونا الجديد مرتبط بالحيوانات، حيث أن أغلب الحالات الأولية كان لها ارتباط بسوق البحريات والحيوانات في مدينة ووهان، ثم انتشر الفيروس في المقاطعات الأخرى ووصل إلى الدول المجاورة للصين ثم أمريكا عن طريق المسافرين. ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية، وحالياً لا يوجد علاج نوعي أو لقاح للفيروس، لكن يمكننا مقاومته بأساليب الوقاية كغسل اليدين باستمرار وعدم مخالطة المصابين وتغطية الفم والأنف عند السعال وطهي اللحوم والبيض جيداً. أما أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد فهي الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحياناً تتطور الإصابة إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. عند وجود أي من هذه الأعراض توجه مباشرة إلى أقرب مركز صحي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف الدكتور شوقي الشرجبي، وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور، ولو تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمنع وصول الفيروس وللكشف أيضا عن احتمال أي إصابات بهذا المرض لا سمح الله. أشكر أولا قناة عدن الفضائية على اهتمام القطاع الصحي، وكما أحب التوضيح بأن الوزارة قامت بجهد كبير بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر، كون مرض كورونا طبعا كما يعلم الجميع مرض أصبح دولي ومنتشر في معظم دول العالم باستثناء بعض الدول القليلة ومنها بلادنا، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الوزارة طبعا عملت على الخطوات الاحتياطية لعدم وصول المرض إلى بلادنا. من هذه الخطوات قامت بفتح مراكز في المطارات والمنافذ أيضا البرية والبحرية في كل من محافظة عدن ومحافظة حضرموت بمدنها المكلا وسيئون، وأيضا في محافظة المهرة بموانيها الثلاثة وفي المنفذ الوديعة. وهناك أيضا يعني خطوة ستكون لفتح مراكز في محافظة تعز ومحافظة حضرموت لاحتمالية وصول مرضى من أي محافظة من المحافظات. نعم. إلى تعز أو مأرب. نعم. طيب دكتور، أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية أن اليمن لا يزال خالي من وباء فيروس كورونا حتى السادس من مارس الجاري، هل يتم التأكيد باستمرار التأكيد والتأكد من ذلك؟ نعم إلى الآن والحمد لله، ونسأل الله أن يكون على الدوام يا رب. لا يوجد مرض كورونا ولا مشتبه فيهم ولا مرضى في بلادنا. أيضا أحب أقول أن أمانة العاصمة أيضا فيها هناك في المطار أيضا مركز لفحص المرضى
الواصلين عبر طائرات الأمم المتحدة والطائرات اللي تأتي من طائرات المرضى اللي تأتي من مصر أو الأردن. نعم، بالإشارة إلى أمانة العاصمة صنعاء، هل هناك تنسيق مشترك أم ماذا مع هناك في صنعاء؟ لا، تنسيق دائما وأبدا موجود بين كل المحافظات، أما بالطريقة المباشرة أو عبر المنظمات الدولية. في المناطق التي ما تزال خاضعة تحت سيطرة الميليشيات. في كل المحافظات. بالنسبة للصحة عندنا منذ 2015 وإلى اليوم التنسيق موجود، أما بالطريقة المباشرة أو بالطريقة الغير مباشرة عبر المنظمات الدولية. نعم. طيب، هل تتوافر الإمكانات اللازمة بشكل كافي حتى الآن أم ماذا؟ طبعا لا يوجد يعني مستلزمات كافية كما يوجد في كثير من الدول المتقدمة، ولكن بالحد الأدنى يوجد عندنا يعني ما يفي بالغرض بالحد الأدنى. طيب، هل هناك يعني خبرة أو كيفية للتعامل بشكل كافي مع مثل هذه الأوبئة والأمراض في بلادنا؟ وخاصة طبعا مرض كورونا هو كغيره من الأمراض اللي مرت على بلادنا من فترة طويلة وآخرها من سنتين إلى ثلاث. إضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على التواصل مع المنظمات الدولية على تدريب كوادر في من مختلف المحافظات، وهذه الكوادر تقوم بفحص المرضى، والأمر طبعا ميسر وفي متناول أيدي الكوادر الطبية والصحية في بلادنا. نعم نعم، إن شاء الله. طيب، هل هناك أماكن دكتور شوقي يعني فيما يتعلق بالحجر الصحي، هل هناك أماكن مراكز للحجر الصحي؟ نعم نعم، يوجد مراكز في معظم المحافظات، وأيضا هناك خطة لحجز فنادق بعيدة عن السكان في حالة ما إذا هناك خطة من الوزارة وتوجه لحجز فندق في كل محافظة، ليس بسبب شيء ولكن بسبب أن المنشآت الصحية في بلادنا محدودة طبعا. نعم. وأيضا الهلع الذي صار في محافظة عدن ومستشفى الصداقة وكذا، فالوزارة تحاول أولا تطمين المواطنين، ثانيا أيضا إعطاء فرصة للقطاع الصحي أن يقوم بواجباته في القطاعات الأخرى والأمراض الأخرى، كون المنشآت الصحية محدودة وليست منتشرة كما في كثير من الدول. نعم، تفضل أكمل. إضافة إلى ذلك، المطارات يوجد في كل مطار غرف للحجز، الحجر أقصد وليس الحجر، الحجر الصحي في حالة الاشتباه، هذا أيضا يكون هناك مؤقتا إلى أن يتم نقل المريض لا سمح الله وإن شاء الله لا يكون إن شاء الله. إلى الأماكن المخصصة لهم إن شاء الله. طيب دكتور، أشرت قبل قليل إلى مستشفى الصداقة، ما الذي حصل؟ أشرت أن هناك هلع، هو عبارة عن اجتهاد قدمته منظمة الصحة العالمية، اجتهاد بأنه مستشفى الصداقة مستشفى مهيئة، كون كل دول العالم وضعت الحجر في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، ولكن طبعا الوضع يختلف بالنسبة لبلادنا كونه لا يوجد مستشفيات ومرافق صحية يعني منتشرة، أيضا الكوادر الصحية واكتظاظ السكان، وأيضا حال الوضع الاجتماعي والنفسي للمواطن، كل هذا اجتمع وأثر على الوضع. لم يكن الوضع الأمر بتوجيه أو بخطة من وزارة الصحة، ولكنه اجتهاد، وتمت التشاور مع الجهات الصحية في عدن، وعندما رفع الموضوع إلى وزارة الصحة رأت أنه وزارة الصحة تكون مع الموظفين كونهم يعني مطلوب منهم القيام بواجباتهم الأساسية في الأمراض المنتشرة، ويكون وضع كورونا في مكان محدد. ومن ثم تواصلت الوزارة عبر قطاعها المختص وهو قطاع الرعاية الصحية الأولية مع الجهات المعنية في محافظة عدن لتعيين وتحديد مكان مخصص
لهذا المرض وإن شاء الله يصير خير. إن شاء الله. طيب دكتور، يعني من المعروف أن هذا الموضوع يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى منظومة متكاملة طبعا من القطاع الخاص وتعاون من الشركات والمستشفيات وغيرها، هل هناك تنسيق في هذا الجانب؟ يا أخي العزيز، بلادنا منكوبة من نكبة إلى أخرى من 2015 ومن قبل 2015 من 62 و63 وإلى اليوم في القطاع الصحي. بالتأكيد نعم. وبالتالي أنت تعلم بأنه وضعنا الصحي في القطاع العام والخاص والمختلط وحالة المواطنين والشركات وضع، يعني نحن لا نريد أن نحمل الناس أكثر من طاقتهم، لكن ندعو الجميع حقيقة إلى التعاون كون أي ضرر سيصيب الجميع لا سمح. نعم. طيب إن شاء الله تلقى هذه الدعوة استجابة من كل الشركات والمؤسسات كانت الحكومية أو الخاصة. في عدن أقيمت دورة تدريبية حول يعني إدارة الحال لمرض كورونا، نظمتها وزارتكم وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمشاركة 80 من الأطباء والصحيين أيضا كما قرأنا. أيوة أخبرتها قبل. نعم. ممكن توضح هذا الجانب بشكل أكبر، هل هناك دورات تدريبية تقام في هذا الجانب بشكل أكبر؟ هو حقيقة يا أخي الكادر الصحي لا يحتاج إلى كميات كبيرة، لأنه المنافذ في كل منفذ عدد محدود سيكون، والعمل دوري مناوبات لهذه الكوادر، وإذا احتاجنا طبعا نحن في تدريب مستمر. إذا لا قدر الله يعني انتشر المرض، ونسأل الله أن لا ينتشر إن شاء الله، الوزارة ستقوم طبعا في حالة إذا كان هناك بوادر أو ظواهر لبداية انتشار، ستعمل الوزارة طبعا على زيادة الأعداد وإقامة الدورات التدريبية لمن لم يتدرب حتى طبعا تحتوي أي احتمالية للمرض في أي محافظة. إن شاء الله إن شاء الله أن تكون هناك أي احتمالية لحالة واحدة. دكتور شوقي، مؤخرا سؤال أخير دكتور، يعني ما هي أفضل الوسائل التوعوية في هذا الجانب، وما هي رسائلكم أيضا التي تودون إيصالها للجمهور لكل مواطن يمني في الداخل؟ أولا نحب نطمن المواطن اليمني بأنه لا يوجد أي حالة إلى الآن في اليمن، ونسأل الله أن لا تكون. ثانيا نحب أن نقول إن المرض هذا سريع الانتشار، إلا إنه يعني ضعيف الفتك بالإنسان، كون العدد وصل إلى أكثر من 100 ما يقارب 120 ألف يعني مريض، وإلا أن المتوفين لم يتجاوزوا 3500، وهذا يدل على أنه أكثر الدول التي يعني توفى فيها المرضى لم يتعدى 3%، وكثير من الدول التي أيضا توفت يعني بعض الدول التي وصلت إلى لم توصل لثلاثة، لكن أكثرها لم يصل حتى إلى 0.5%، يعني نص في من عشرة وخمسة من عشرة في المئة. يعني لا داعي للهلع. على المواطن أن يستفيد من ويتابع الإرشادات الصحية التي تنشرها وزارة الصحة، أما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أما عبر وسائل الإعلام مثلا وزارة الإعلام بقنواتها المختلفة، قناتكم عدن، قناة اليمن وغيرها من القنوات العامة والخاصة في بلادنا. خصوصا المواطن عليه أن يلتزم النظافة وعدم الاحتكاك. نعم. إذن دكتور، أيضا أقول للمواطن كثر النظافة في المواد الكيميائية مضر لليدين، يعني لا يمكن إنسان أن يغسل يديه 5 إلى 10 مرات في اليوم بالمطهرات والمواد الكيميائية وغيره. نعم. حتى المعقمات دكتور، والصابون، حتى المعقم الجلد، حتى استخدام المعقم يضر كذلك؟ المعقم لا يمكن أن يستخدم معقم 5 إلى 10 مرات، سيؤثر على يديه وهذا سيؤدي إلى تلف الجلد أو ضرر اليد، مما يسبب ضرر أكثر في حالة يعني وصول العدوى إلى الأيدي. استخدم الماء والصابون، أولا تخفيف من ناحية المادية ومتناول الجميع، وأيضا يخفف على يديه، ممكن أن يستخدم مرة مرتين 3 مرات في اليوم المطهرات لكن والمعقمات، لكن لا يمكن أن يستخدمها أكثر من 10 مرات. أي دخول، نفرض أي دخول أو خروج خارج البيت بعده غسيل. أي احتكاك بطرف آخر أو خارج المنزل أو بالمدرسة أو بالعمل أو بالشارع
غسيل بالماء والصابون. هذا يؤثر إذا استمر المواطن أو الأطفال بغسيل بالمطهرات والمعقمات. فالأولى أن يستخدموا الماء والصابون بطريقة كويسة، وأيضا يتجنبوا الاحتكاك بالمرضى أو حتى بعدم المرضى. وأعتقد هذه أهم الأشياء الأساسية. نعم. إذن من المفروض أن الناس تجنب. نعم. إذن الدكتور شوقي الشجبي، هناك أشياء. نعم. أهلا وسهلا. وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، شكرا جزيلا لك. ما هو فيروس كورونا؟ كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الإنسان والحيوان بأمراض نزلات البرد العادية الشائعة البسيطة إلى المتلازمة التنفسية الحادة الخطرة. أعراض الإصابة: حمى، سعال، ضيق في التنفس، التهاب رئوي، قيء، إسهال. وفي الحالات المتقدمة قد يصاب المريض بمضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة، مثل فشل كلوي، التهاب رئوي حاد. كيف يمكننا الوقاية من فيروس كورونا؟ أولاً، تجنب رذاذ المريض أثناء العطاس. ثانياً، عدم ملامسة الأسطح الملوثة. ثالثاً، عدم ملامسة العين والأنف والفم قدر المستطاع. رابعاً، عدم استخدام الأغراض الشخصية للمريض. خامساً، غسل اليدين جيداً باستخدام الماء والصابون. سادساً، تجنب مخالطة الشخص المصاب عن قرب. كيف ينتقل فيروس كورونا الجديد؟ يعتقد أن الفيروس ينتقل مثل فيروسات كورونا الأخرى والإنفلونزا، والتي تنتقل عبر الاختلاط المباشر بالآخرين، الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، لمس أدوات المريض ثم لمس الفم أو العين أو الأنف.